السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ كيف أمسيتم؟ أمسينا وأمس الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قوانين التعلم عن بعد: الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق، تجهيز الدفاتر والأقلام، أذهب إلى دورة المياه قبل البيت، أجلس حتى انتهاء الوقت. صورتنا لهذا الأسبوع يا أصدقائي هي صورة 2001 إلى 5. ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم؟ أضع يدي على صدري، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة. صدق الله العظيم. أيام الأسبوع هي 7 أيام، أولها يوم الأحد، ثم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت. بالأمس أصدقائي كان يوم الثلاثاء، ماذا يأتي بعد الثلاثاء؟ يأتي الأربعاء. تاريخ الأمس كان 15، ماذا يأتي بعد 15؟ يأتي 16 من شهر 6443 للهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف حال الطقس اليوم؟ مشمس أم غائم أم غبار أم ممطر؟ إذا أصدقائي الجو اليوم مشمس. من ربي؟ ربي الله. ما ديني؟ ديني الإسلام. من نبي؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابي؟ كتابي القرآن الكريم. أين الله؟ الله في السماء على العرش استوى. كم عدد أسماء الله الحسنى؟ 99 اسما، من أسماء الله العليم والخبير. أركان الإسلام 5: أولا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثانيا، إقام الصلاة. ثالثا، إيتاء الزكاة. رابعا، صوم رمضان. خامسا، حج بيت الله الحرام. أشهد الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ ملك عبد العزيز. من هو ملكنا؟ الملك سلمان. ومن هو ولي العهد؟ الأمير محمد بن سلمان. إذن أصدقائي، ما لون علمنا؟ الأخضر والأبيض. على ماذا يكتب في العلم؟ يكتب لا إله إلا الله محمدا رسول الله. ماذا يرسم في العلم؟ يرسم السيف. ماذا يدل عليه السيف؟ على القوة. نشيد الوطني السعودي. إذن يا أصدقائي، وحدتنا لهذا الأسبوع هي وحدات الملبس. إذن يا أصدقائي، ما هو غطاء جسم هذا الحيوان؟ هو القط. ما هو غطاؤه؟ ماذا يغطيه يا أصدقائي؟ هل جلد أم شعر؟ أحسنتم، إذن الشعر يغطي جسم القط. إذن يا أصدقائي، مفهوم حلقتنا اليوم وما يغطي جسم الحيوان. إذن كما نشاهد في الصورة أصدقائي، القط يغطي الشعر، هو والكلب أيضا. أما الفرو فيغطي الأرنب والدب. ما يغطي الأرنب والدب؟ هو الفرو. إذن أصدقائي، الذي يغطي الإنسان الحيوان عفوا، هو يحميها من البرد فيها، ويحميها أيضا من الأعراض الخارجية، الأخطار الخارجية. إذن يا أصدقائي، كما نشاهد العصفور والدجاجة يغطيهما الريش. أيضا الأسماك تغطيها القشور. إذن يا أصدقائي، أيضا الزرافة والفيل يغطيهم ماذا؟ الجلد. والخروف أصدقائي يغطي جسمه الصوف. إذن أصدقائي، الصوف الملابس التي نستعملها سابقا، وأخبرناكم يا أصدقائي في الشتاء.
أما الثعابين فيغطي جسمها الحراشف. استراتيجية روليت. الآن يا أصدقائي تمارين رياضية، نشاهد هنا يا أصدقائي مقطع لصنع حلزون. صنع الحلزون. الآن يا أصدقائي نتعرف على الزواحف عبر مقطع فيديو. إذا صنف من الحيوانات وهم الزواحف. لماذا سمي الزواحف يا أصدقائي؟ لأنهم يزحفون على الأرض. طيب نشاهد في الصورة يا أصدقائي كم عدد الأطفال. كم عدد الأطفال؟ يلا معنا. 1 2 3. أحسنتم، إذا 3 أطفال. الآن أصدقائي فهموا تحليل كلمات قصة السلحفاة والثعلب. والآن أصدقائي مع قصة القط. أراكم لاحقا وإلى اللقاء.